الجديد لدي هو استمرار الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف على مناطق مختلفة من مدينة غزة، وأيضا مشاركة المدفعية الإسرائيلية في إطلاق قذائفها تجاه منازل المواطنين في شرق حي الشجاعية. قبل قليل شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة تجاه شقة سكنية في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. طواقم الإسعاف توجهت إلى تلك المنطقة بحثا عن كان هناك مصابين أو شهداء في صفوف المواطنين، لأن المنطقة والشقة السكنية التي تم استهدافها هي في أحد الشقق في أحد الأبراج السكنية في منطقة تل الهوى. أيضا الغارات الإسرائيلية كانت قبل قليل في محيط مسجد بدر في جنوب مدينة غزة في حي الزيتون، وهناك كان عدد من الشهداء تم انتشالهم وأيضا إحضارهم إلى داخل مجمع الشفاء الطبي. وكذلك كان هناك قبل قليل إخلاء لبرج الحسينة في منطقة تل الهوى في جنوب مدينة غزة. هذا البرج يضم فوق 100 شقة سكنية، لأنه هو عبارة عن برجين متلاصقين في بعضهم البعض، يحتوي أكثر من 100 شقة سكنية. قبل قليل اتصل أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية، ربما وهي المرة الأولى التي تحصل، اتصل على أحد السكان وأبلغه بضرورة أن يتم إخلاء البرج بشكل كامل تمهيدا لاستهداف هذا البرج. يقع في على القرب من مفترق الدحدوح في منطقة تل الهوى في جنوب مدينة غزة. السكان الآن بدأوا يخلونه بشكل عاجل خشية من أن يتم استهدافه بعد قليل بالطائرات الحربية الإسرائيلية، وكما قلت هو عبارة عن برجين متلاصقين. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، الإصابات والشهداء لا تتوقف من الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وبالتوازي ومع امتلاء الثلاجات الموتى وأماكن الفرز هنا بالشهداء يتم تشييع جثامين أعداد كبيرة من الشهداء من داخل هذه الثلاجات ومن داخل نقاط الفرز. كيف يتم تشييع جثامينهم؟ من خلال سيارة واحدة، السيارة الواحدة هي خاصة بتكون لأحد المواطنين. يتم وضع 4 شهداء في الكرسي الخلفي من السيارة واصطحابهم إلى المقبرة للصلاة عليهم ودفنهم. إن كانت تتسع لأكثر من 4 شهداء لا ضير، يتم وضع الشهداء بصورة يعني بأعداد كبيرة داخل هذه السيارة، حتى وإن اضطروا لوضعهم في حقيبة السيارة، المهم أنهم وجدوا وسيلة نقل لهؤلاء الشهداء إلى المقابر. فيما يتعلق في الوضع الإنساني هنا، الوضع يزداد خطورة بشكل كبير. هناك انتشار للأمراض، للأوبئة بين النازحين، وهناك حالة من الفقر، لا يوجد طعام لا شراب، هناك أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة. السكان هنا يبقون على وجبة واحدة فقط في اليوم، هذه الوجبة هي غير كافية بالأصل عندما يتم تناولها، لكن هم يحاولون في ظل انعدام وجود الطعام يحاولون أن فقط يبقوا على قيد الحياة. لا مياه، لا مخابز، المخابز كل من يصطف حول المخابز، الكثير من المخابز تعرضت للاستهداف. هناك خشية كبيرة من السكان من الاصطفاف أمام المخابز في طوابير طويلة خشية من أن يتم استهدافها. هناك اصطفاف للعشرات والآلاف أمام صنابير المياه من أجل تعبئة زجاجة مياه واحدة. الظروف صعبة جدا، السكان هنا ما زالوا أعينهم وأسماعهم تنتظر خبرا واحد، هو وقف الحرب على قطاع غزة التي لم تبقي أي شيء، لم تبقي لا شجر ولا حجر ولا بشر، وتباتت مناطق كاملة وأحياء كاملة كانت جميلة وفيها ما هو من الراحة والسكينة والطمأنينة الكثير تم إبادتها بشكل كامل. آخرها هي منطقة وسط مدينة غزة، برج التاج 3 في منطقة راقية جدا، منطقة حيوية، منطقة يعمها الهدوء والسكينة وهي ذات كثافة سكانية. تم إبادة هذه الحي بشكل كامل، أبيدت مناطق واسعة من حي تل الهوى بشكل كامل، أبيدت مناطق كاملة في شرق الشجاعية، في شرق حي الزيتون، في مخيم الشاطئ، في منطقة الكرامة، في كل مكان. إسرائيل غيرت ملامح غزة فقط دون أسباب، دون رادع. كل ما يصل إلى المستشفيات هم مدنيين عزل، نتحدث عن ما يقرب من 3000 طفل استشهدوا بفعل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. ماذا يعني العدد 3000؟ وصلوا عبارة عن أشلاء متقطعة، أشلاء أجساد متفحمة، لأن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا تجاه المدنيين العزل. هنا الوضع كارثي جدا داخل المستشفيات وداخل الأقسام، المصابين على الأرض مدرجين بالدماء، جهود صعبة تبذلها الطواقم الطبية في محاولة إنقاذ حياة الكثيرين من المصابين الذين هم بحاجة لعمليات جراحية عاجلة، لكن ليس في اليد حيلة أمام الطواقم الطبية إلا لتأخير عشرات المصابين من أجل إنقاذ من هم يعني بأمس الحاجة للدخول إلى غرف العمليات.
ولا يتم استخدام المخدر معهم، حتى لأن هناك الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية قد نفذت بشكل كامل. كل ما يريده السكان الآن وبشكل عاجل وقف الحرب. 20 يوم هم أشبه بعشرين سنة، في كل يوم هو يوم صعب قاسي مؤلم. الشعب الوحيد الذي لا يتمنى أن يأتي عليه الليل هم سكان قطاع غزة. ما أن تبدأ الشمس أن تغيب تبدأ معها هواجس القتل والتدمير بعيداً عن مرأى ومسمع العالم، استهداف عشرات المنازل السكنية، قتل المدنيين، حالة من الرعب والخوف. لا تطلق الطائرات الحربية صاروخ واحد فقط تجاه المنازل ولا صاروخين، هي تريد أن لا يبقى أي أحد في داخل المنزل الذي يتم استهدافه على قيد الحياة، وهذا ما شاهدناه بالصوت والصورة وأمام مرأى ومسمع العالم.